احنا معانا واحد من تلامذتك تحت امرك. وهو مشاغب شويه. مشاغب؟ ما عنديش حد مشاغب. طيب معانا هشام حنفي يا نجم النادي الاهلي ونجم منتخبنا القومي. هشام يا كابتن مصطفى، ازاي حضرتك يا كابتن مصطفى؟ وحشني دايما ودايما متالق على شاشه. ربنا يخليك. قناه الاهلي والنادي الاهلي ومنور الدنيا. انت كابتن النادي الاهلي وكابتن مصر، الله يكرمك. يعني اكيد يعني انا هتكلم عليك هتكلم عليك سنين. لا يا حبيبي كتر خيرك كتر خيرك. شرف ليا اكون مع متواجد مع حضرتك، وطبعا مع يعني واحد بقى من اهم المدربين اللي اتعلمت منه حاجات كتير في حياتي. بس انت مشاغب ليه يا هشام؟ مشاغب والله يا كابتن. لا انت مشاغب شويه يا هشام. والله بس يعني انا اتعلمت حاجات كتير جدا من كابتن عادل، الانضباط والالتزام والروح والاخلاق وازاي يعني تحب فرقه النادي الاهلي قوي، تحب الاهلي ازاي. كابتن اتعلمنا منه حاجات كتير جدا يعني، فاكيد انا بسلم عليه الاول. ودايما هو منور الدنيا كلها وبنسعد لما بنشوفه، لان يا كابتن بجد والله يعني انا بقول رساله من عند حضرتك وكابتن عادل، يعني هو موجود، ان احنا محتاجين كوادر النادي الاهلي اللي هم تربوا بجد في النادي الاهلي عشان يطلعوا حماس وروح واصرار لعيبه الاهلي انها تكمل القيم والمبادئ اللي تربينا عليها كلها، لان الناس كلها دلوقتي بتحاول تقلل من قيمه النادي الاهلي، فده مش هيحصل. الاهلي كبير جدا وهيفضل كبير يعني غصب عن اي حد. فانا اتعلمت كتير جدا من كابتن علي الطعيمه بصراحه، يعني واحد من اهم المدربين اللي انا يعني اتربيت واشتغلت معاه وربنا على حاجات كتير. فيعني انا مش عارف اقول لك ايه يا كابتن بصراحه، انا لو هتكلم عليه هتكلم حاجات كتير قوي برضه يعني وانا كنت سامعه دلوقتي بيتكلم مع حضرتك في نقطه مهمه قوي، ازاي بتصعد لاعب ناشئ للفريق الاول عنده المواصفات الفريق الاول بتاع النادي الاهلي، اللي احنا كلنا اتربينا على حب النادي الاهلي من خلال فدي حاجه كبيره جدا يعني. والله يا كابتن انا فاكر تمرينه كابتن عادل كان بيعملها كل اسبوع، كان بيعودنا ان احنا ازاي لما نطلع الفريق الاول نلعب في افريقيا، وافريقيا انت عارف حضرتك المطر والملاعب وحشه طبعا. فاحنا كان زمان في الملعب الاهلي في الجزيره كان هو الملعب التتش، والملعب اللي كان دلوقتي اتقلب جنينه الفرع ده ملعب رمله تراب كله، فكابتن عادل كان بيجي يرش الملعب بيبقى يعني بيبقى باللغه كده بالطين، يعني بيبقى ميه بالتراب ده بيدي لك طين، يقول لك اتمرمطوا فيها ويتزحلق ويعمل لنا تكالين فيها نقول له كابتن واحنا رايحين نحارب، يقول لي عشان انت عم تلعب فريق اول هتلعب في الاجواء دي، اجواء مطره واجواء ملعب فيه طينه، فكل حاجه ما سابهاش. الروح الفرقه نفسها اتعلمناها منه، اداره الفرقه نفسها ازاي تتعلمها، هو اداني كابتن الفرقه ازاي ان انا ابقى بدير لعيبه تحت قيادته، فازاي ان انا ابقى يعني ابقى كابتن فرقه. علمنا حاجات كتيره يا كابتن مصطفى بصراحه، وده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي. طيب هو معاك كابتن عادل بقى، هو بقى اللي هيرد عليك، وعاوزك ترجع كده لرشدك كده بلاش المشاغبات. وانت زي ما قلت النادي الاهلي رجع والحمد لله، وهيفضل محدش يقدر يكسر النادي الاهلي. النادي الاهلي يمرض ولا يموت، النادي الاهلي هيفضل طول عمره النادي الاهلي، والبركه بقى في ولاده لازم يحوطوا على النادي الاهلي. معاك كابتن عادل. كابتن هشام يا كابتن ازيك يا كابتن؟ والله يعني بسعد دايما. ربنا يكرمك يا كابتن على الشاشه. اولا كابتن هشام حنفي هو كابتن فريق بيضم لعيبه على اعلى مستوى. قول الاسامي. مصطفى كمال، تامر بجاتو، احمد سامي، حسين، هاني العقبي، هاني العقبي، اشرف ممدوح، سامر عبد، جمال عمر، ممدوح عبيد، سامر عبد الرحمن، محمد سعد، محمد توفيق. يعني كان كابتن لا كابتن مفيش هزار. وبعدين ايه، مديله صلاحيات كامله وهو جدير بيها الراجل ده. ما انت لو مش شايف فيه كده مش هتديله صلاحيات. حاجه تانية يا كابتن، زي ما قال احمد سامي كان برضو في الفتره الاولانيه اول ما توليتهم كان برضو في نوع من الانواع التسايب شويه، وصلنا لدرجه انه كابتن هشام في احد المباريات المهمه الراجل بيشوط وده حاطط دماغه وخدناه من الملعب على المستشفى. ارتجاج في المخ، شوف الرجوله وصلت لفين. احد اللاعبين كان يبقى فاتح صدره كده، فطبعا ده ابتدى تبص تلاقي القصه والحاجات دي كل ده انتهى. الحاجه الثانيه بقول للكابتن هشام
اول مباراه صعدها مع الفريق الاول في بطوله العرب جايب جولين، كلام اللي هو بيقوله تصديقا مش كلام، ايوه مش انشا، لعب مع الفريق الاول جايب جولين اول ما تصعد، جول بيمينه وجول بشماله. لما طلع مع الفريق الاول اساسي، مفيش حته ان انا. وبعدين بقى الميزه اللي في النادي الاهلي، عشان انت مؤهل، انت اهلته لكده يا كابتن. لا يا كابتن، في حاجه تانية يا كابتن، اللعيبه اللي فوق ناس مش صح. معقده، ناس جميله صح. على طول محتضنه، محتضنه هشام زي ما بيحصل في تاريخ النادي الاهلي كله. اللعيب بيطلع، اي ناشئ بيطلع تبص له كله محوط، كله في حب، وفي جايب كم من الاهداف وكلها اهداف منوعه، نتائج وبطولات واهداف على اعلى مستوى، وصفه القياده قليله قوي. دي موهبه طبعا، ما حدش بيكسبها او مدرب بيديها اللاعب، لا انا بساعده صحيح، لكن هو في نفس الوقت هو عنده الموهبه وعنده القياده وعنده الجانب الفني وعنده الامانه وعنده اتقان عمل وعنده حب النادي الاهلي. حب النادي الاهلي ده، الراجل ده من 8 سنين وفي النادي. مين اللي بيزرعه فيهم يا كابتن؟ مفيش شك ان في مدرب، وبرضه اللاعب برضه اساسه نفسه طيب. النادي نفسه، النادي يا كابتن، النادي النادي العيله بيخش النادي، احنا على طول الولاد دول على طول متجمعين مع بعض على طول، مش تمرينه وخلاص، ناخدهم نروح اندريا، نخرج وناكل بره، نروح الحسين، مش عارف في الاكل انت يا هشام، اعياد ميلاد، اعياد ميلاد، الحاجات دي كلها طبعا مع بعض، اسره واحده، تكاتف. هم لحد النهارده مرتبطين مع بعض، شوف من سنه 93 مرتبطين مع بعض، نتائج ما تغلبوش ماتش يا كابتن، اسال هشام، ما تغلبوش ماتش في القطاع، ما تغلبوش ماتش، ما شاء الله. وبعدين ايه بقى، تكسب الزمالك 6، الزمالك فيه مين بقى؟ حازم امام وصبري ومدحت عبد الهادي، يعني يعني وفي طبعا محمد شرف، مش عايز انساه طبعا، محمد شرف من احسن المدربين الموجودين. فهشام قائد على الناس دي كلها، وهو اول ما مسكت قطاع ناشئين من 5 سنين اول واحد فكرت فيه ان هو يجي يمسك اكبر فرقه في القطاع كان الكابتن هشام، لانه عنده الموهبه القياده وعنده الجانب الفني وعنده الشخصيه وعنده الموهبه. طب انت يا هشام ليه بعدت عن التدريب يا هشام؟ والله يا كابتن هي البوجه بتجيني هنا وهنا. لا انت بتحدد، انت بتحدد. انا كان نفسي ابقى مدرب طبعا، كان نفسي ابقى مدرب فني كويس، اشتغلت على نفسي في ده واشتغلت وعملت فرقه كويسه الاهلي، بتشرف ان انا اكون واحد من ضمن زمايلي اللي ساعدونا وان احنا نطلع. يعني حضرتك قلت لك اسماء اللعيبه اللي طلعت مرورا بقى بكابتن محمد يوسف، محمد عماره، وبعد كده انا وكابتن ياسر رضوان، وبعد كده علي ماهر، عملنا فرقه بالنادي كان ساعتها في الوقت ده ايمن اشرف، عمرو جمال، محمد عبد الفتاح تاحه، احمد نبيل مانجا، لؤي وقت، الفرقه دي كلها وحسين السيد، كل دول كان جيل 92 في النادي الاهلي، دي لعيبه كويسه جدا. يعني انت هتكمل تحليل مباريات دلوقتي ولا هتكمل مدرب؟ والله يا كابتن يعني على حسب الموجه وعلى حسب النادي الاهلي محتاج يشرح. انا في اي وقت. انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ نفسي طبعا تدريب يا كابتن، طبعا طبعا. الكابتن عادل قال كلام عليك، كلام كبير قوي. طبعا. فانت كده بالراحه كده وبهدوء، ما تخليش حد يشدك بره الخط ويجرك معاه، انت احد ابناء النادي الاهلي الولاد المخلصين جدا اللي حققت نتائج وكنت على خلق وكل حاجه. الكابتن عادل لما بيتكلم بيتكلم عارف هو بيتكلم مع مين. فنتمنى ان شاء الرحمن ان نشوفك مدرب داخل سوق اسوار النادي الاهلي في القريب يا كابتن. وانا كده كده يعني انا راجل اتربيت في النادي الاهلي، وانا راجل بعشق النادي الاهلي قبل ما ادخل النادي الاهلي، فانا ما بنصقش ورا اي حد. انا واحد كنت باخد عربيتي، وكابتن عادل موجود اهو، كان عندي عربيه وانا عندي 18 سنه اول واحد جايب عربيه، وبروح بيها اشجع بيها النادي الاهلي، واخد الجماهير عم حسين الله يرحمه وجزره وحلي وعم عثمان، كل دول جماهير النادي الاهلي الحقيقيه. مين جزره؟ مين جزره؟ طب استنى، مين جزره ده؟ كلهم عارفين يا كابتن والله العظيم. مين جزره؟ مين جزره اللي انت قلت عليه؟ دي اسمائهم، اسمائهم كلهم والله يا كابتن، كلهم دول مشهورين بكده، معروفين كلهم يعني. ما انا بقول لك انت اصلك انت اكيل، فافتكرت بقى دي من السلطه والحاجات دي. ربنا يخليك يا كابتن مصطفى، ودايما بقى مبسوط وحضرتك موجود. ربنا يكرمك. سعيد ان كابتن عادل دايما يتكلم عليا الكلام ده، لان انا المفروض اديله اكتر من كده بكتير يعني. كابتن هشام بنتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ونشوفك في بيتك مدرب كبير وتحقق اللي انت حققته وانت لاعب، تحققه وانت مدرب.
ربنا يخليك يا كابتن. شكرا هشام، شكرا.